دكتورة هالة رمضان عودة مرة أخرى. حضرتك كنت بتتكلمي يا دكتورة هالة على من الأسباب غير المباشرة تدخل الأهل، والأستاذة المحامية شيرين محفوظ اتفقت مع ده. اتفضلي كملي. تمام سيادتك، هي فعلا من الأسباب الرئيسية ورقم واحد عندنا في الدراسات اللي قمنا بيه المركز. يجي بعد كده بقى حضرتك الحياة المشتركة مع الأهل، الحياة الاقتصادية المشتركة، إن الزوج والزوجة يعتمدوا على الأهل في الصرف عليهم أو مساعدة الزوج في الصرف على المنزل الزوجية أو على الأسرة. وده طبعا بيؤدي لمشاكل كتير. على غير المتوقع بقى، أختلف مع الأستاذة شيرين إن الحياة الاقتصادية ومشاركة المرأة في الإنفاق ويعني العوامل الاقتصادية في الزواج وضغوط الحياة الاقتصادية كانت هي العامل الأخير، ولم تؤدي للطلاق بشكل يعني لم تلعب، كانت هي في المرتبة الأخيرة. طب أنا كنت قرأت في أبحاث وبحوث لاجتماعية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية، كان بيضع العلاقة الزوجية من الأسباب الرئيسية للطلاق، ولكن لا يتم الحديث عنها. لا، هي موجودة بالفعل، موجودة عدم التوافق الجنسي ما بين الزوجين من الأسباب. طبعا موجودة من الأسباب. وعايزة أضيف لحضرتك كمان في عامل مساعد ولكنه برضو ليس مباشر، اللي هو عمل المرأة واستقلاليتها في العمل. هو ليس عامل للطلاق قد ما هو عامل قوة للمرأة حين اتخاذ قرار الطلاق. يعني في الاخر عايزه اقول وسائل التواصل الاجتماعي، بتفق مع الاستاذه شيرين ان هي فعلا بقت اصبحت بتلعب دور خطير دلوقتي. وانخفاض قيمه الزواج عند الشباب، بمعنى ان انا الله على التعبير، صح، انخفاض قيمه الزواج. الزواج ما بقاش يعني حاجه قيمه او لها قيمه في النفس يعني. بالظبط يا فندم، الزواج علاقه مقدسه ربنا قدسها سبحانه وتعالى، وكذلك المجتمع. هذه القدسيه لم يتعلمها شبابنا، يعني الحقيقة أصبحت فيه. العيب فين؟ العيب فين يا دكتورة هالة؟ في الأسرة؟ في لا، مش هقدر أقول حد واحد السبب، العيب في كذا حاجة. يعني إحنا محتاجين للعمل بشكل متكامل للرفع من هذه القيمة مرة أخرى. العيب مش على الأسرة لوحدها. أنا عندي وسائل التواصل الاجتماعي، الشباب زي ما حضرتك قلت من شوية بيعتمدوا عليها، هي دي اللي هم بيشوفوها. صحيح. أنا ممكن أستغلها استغلال لصالح زرع القيم والرفع منها مرة أخرى، قيمة الزواج. صحيح. طيب. والمؤسسة التعليمية والدينية وغيرها.